رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مازالين مصلين معكم في الجزء الثاني من الحلقة ديالنا اليوم مع مدام نهيلة الخراط أخصائية تغذية. غنتكلموا معها اليوم على فاكهة الرمان، وحنا عارفين أن الرمان هذا هو الموسم ديالو، يعني تبارك الله يعني موجود في الأسواق، وكيف ما قلت هذا هو الموسم ديالو. فاليوم غنتكلموا على هذه الفاكهة هذه، غنتكلموا على التأثير الوقائي والعلاجي ديالها مع مدام نهيلة. صباح النور عليك. صباح النور أستاذة عائشة. صباح النور والأنوار مدام نهيلة. إذا مدام نهيلة، كيف ما قلت إحنا دابا في الموسم ديال فاكهة الرمان، وكان عرفوا أن الرمان واحد الفاكهة جميلة لذيذة وعنده فوائد كثيرة، ياك مدام نهيلة؟ أكيد عنده واحد السمعة مزيونة من ضمن الفواكه الموسمية اللي عندنا في هذا الفصل ديال الخريف والشتاء، وما على الفوائد اللي إن شاء الله غنتكلموا عليها اليوم. نعم، شنو من الفوائد ديالو، يعني شنو هما أبرز الفوائد اللي في الرمان؟ هو صراحة عنده فوائد عديدة. أولا كيحمي القلب والشرايين لأنه كيحتوي على واحد مضادات الأكسدة على شكل فلافونويد، كيساهم أيضا في تخفيض المستويات ديال الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL كوليسترول، وأيضا في التراكمات الدهنية اللي غيقدر يكونوا عندنا في الشرايين، حيت ملي كيكونوا عندنا دوك التراكمات الدهنية كيقدروا يتبلوكاو لينا دوك العروق، وتما كيوقعوا لينا دوك الأمراض ديال لي زافيسي. دونك عنده يعني هاد الفلافونويد أولا هاد مضادات الأكسدة عندهم واحد الدور مزيون على هاد القلب والشرايين. كنعرفوا انه غني ايضا بالبوتاسيوم اللي غادي يساعدنا باش نخفضوا في نسبه ديال ضغط الدم، صوتو الناس اللي عندهم مشاكل ديال ارتفاع ضغط الدم. كيقوينا عاوتاني من سرطان كيوقينا من سرطان الثدي، لانه كنعرفوا غني بواحد المغذيات نباتيه اللي كيمكن تمنع داك النمو ديال دوك الخلايا السرطانيه. والاضافه لهذا الشيء كاين واحد الدراسات العلميه اللي تثبت انه كاين واحد الحمض كيتسمى الحمض الإيلاجيك كنلقاو في الرمان اللي كيمنع واحد لونزيم اللي سميتها لاروماتاز. هاد لونزيم شنو كتعمل؟ كتحول لينا واحد الاندروجينات، يعني من واحد الهرمونات كتحول الاندروجينات الهرمون الاستروجين. ولا ما كانش هاد الحمض الإيلاجيك اللي في الرمان فاش كنستهلكو كيمنع هاد لونزيم هذا، فهاد التحويل ديال الاندروجينات الاستروجين غتقدر يساهم في تطور ديال بعض الاورام ديال السبي. نعم، كنعرفوا انه كاين دراسات اللي كيقول لك استهلاك ديال الرمان مزيون حيت كيقدر يوقينا من امراض سرطانيه بالاخص سرطان ديال الثدي. هو فعال ايضا حتى في الوقايه ديال التهاب المفاصل العظميه، لانه كيحتوي على واحد مضادات الاكسده، وايضا كيحتوي على واحد جرعات مزيونه ديال العفس اللي هما ليتانا كنكونوا كنسمعوا حتى هما دي زونتي اوكسيدون اللي عندهم واحد الخصائص قابضه، وعندهم دور ديال مضادات الالتهاب اللي كتساعد اولا في التخفيف ديال الاسهال وفي التشنجات المعويه. يعني حنا كنسمعوا انه الرمان عنده بعض الدور اللي كيقول لك راه مزيان للجهاز الهضمي، ها علاش كيصلح لينا؟ كيصلح لينا باش نخففوا المشاكل ديال الاسهال والتشنجات المعويه. دونك هاد الماده نورمالمون اللي هضرنا عليها هاد العفسه هذا فين كنلقاو داك القشور البيض ديال الرمان، اللي حنا فاش كنقشروا الرمان كنهزوا غير الحبيبات وكنلوحوا داك القشور البيض. ما فيها باس اذا كان داك القشور بقى شويه لاصق مع الرمان نكذوب، حيت فريمون غنستافدوا من هاد العفس هذا اللي عنده هاد الدور على الجهاز الهضمي. نعم، كنعرفوا ايضا انه الرمان كيحتوي على واحد النسبه كثيره ديال الماء، هادشي علاش عنده دوك الخصائص اللي كنسميو حنا يعني بحال عنده انفي ديال ديوريتيك، يعني كيعاوننا باش يكون كيساعد على اضرار ديال البول، وكنخرجوا معاه بعض المواد السامه من الجسم. هادشي اش كيكون هو ولا كنقدروا نحسبوه انه واحد الغذاء مثالي، خصوصا الناس اللي كيعانيو داك المشكل ديال تحبس السوائل، او حتى الناس اللي كيعانيو من السمنه وكيخصهم يتبعوا واحد النظام غذائي اللي غادي يعاونهم باش ينقص في الميزان. الا من غير داكشي كنعرفوا انه القشور ديال الرمان كيحتوي على واحد الايزوفلافون اللي هو واحد الانتي اوكسيدون حتى هو، اللي كيلعب دور مهم سورتو عند العيالات والنساء اللي كيوصلوا لسن الياس، باش كينقصهم من دوك التاثير اللي كيقدر يدير لهم داك لي شانجمون، داك لي شانجمون ديال الهرمونات اللي كيكونوا عندنا في هذه الفتره ديال سن الياس. دونك عندو فريمون ادوار على بحال كنا الصحه ديال النساء في هذا السن ديال الياس، على مشاكل الجهاز الهضمي، على مشاكل القلب والشرايين، على ارتفاع ضغط الدم، على ايضا الوقايه من مرض ديال الامراض ديال السرطانيه حتى هما،
وبحال اللي قلنا على سحب وزن الماء وزن باغين يخدم في الميزان. ومن خلال الكلام ديالك مدام نهى اللي فهمنا انه فعلا عنده دور علاجي لبعض الامراض او لبعض المشاكل اللي كتكون في الجسم، ودور وقائي يعني يوقي لا قدر الله من مشكل مثلا او مشاكل ممكن تحدث، فهو كيلعب ايضا دور ديال الوقائي. ياك مدام نهى؟ بيان سور. دابا حنا ملي كنقولوا هنا عنده دور وقائي وعلاجي، اشنو كنقصدوا؟ ماشي هو اننا غادي ناكل غير الرمان بوحدو هو اللي غيعالجني او لا بوحدو هو اللي غيوقيني، يعني ضروري كيدخل في الكادر ديال واحد التغذيه صحيه ومتوازنه اللي غادي تكون كنديروا فيها واحد ليمونطاسيون فاري، يعني عندنا متنوعه وفي نفس الوقت كيكون عندنا نمط عيش صحي ومتوازن. دونك فاش كنحاولوا اننا ناخذوا الخضروات، حيت دابا فاش كنتكلموا على الرمان الفواكه والخضروات يعني الاغذيه النباتيه بحال كنقولوا انهم عندهم واحد لي بوين اون كومون، عندهم واحد النقط متشابهه مشترك. انهم فيهم فيتامينات، فيهم املاح معدنيه، فيهم مضادات الاكسده، فيهم مضادات الالتهاب، دونك عندهم فوائد. غير هنا الرمان كنركز عليه على هاد النقاط هادو حيت كانوا دراسات علميه اللي دارت اللي ثبتت انه كيساهم في العلاج، يعني عنده فعاليه بيان سور. هذه يعني النقط اللي كنزيدو، يعني كنقولوا مثلا الرمان الا كنا مثلا بغينا نقيو راسنا من بعض الامراض اللي حنا كنعرفوها مزمنه، خاص تكون عندنا تغذيه متوازنه متنوعه، ونركزوا شويه على مثلا الرمان حيت كاين بعض الناس اللي ما كياخذوش هذه الاغذيه، مثلا الرمان غادي يكونوا كيتجنبوه بعض الاغذيه وكيركزوا على غذاء واحد او لا جوج ديال الاغذيه باش كينوعوا التغذيه ديالهم اليوميه. دونك هادشي علاش حنا كنحفزوا هاد الناس هادو باش يحاولوا يدخلوا هاد الاغذيه سورتو اللي كيكونوا موسميه باش يستافدوا من هاد المنافع الغذائيه اللي تكلمنا عليها دابا، باش يقدروا يوقيوا راسهم من الامراض المزمنه اللي كيقدروا يصابوا بها. في نفس الوقت الناس اللي عندهم شي مرض بحال الناس اللي قلنا مثلا عندهم امراض ديال القلب والشرايين، اللي عندهم مشكل ديال الكوليسترول الدار مرتفع، اللي عندهم مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم، اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي مثلا بحال الاسهال او لا، دونك هادو يعني غادي يعني هاد الغذاء هذا يقدر يساعدنا في مده ديال العلاج، يعني مع لو تريتمون ديالنا مع التغذيه المتوازنه ندخلوا فيها حتى هاد الاغذيه هادو حيت كيصلحوا لنا. نعم واضح. نتكلموا شويه على القيمه الغذائيه ديال الرمان مدام نهيله. انا كنقول دائما الرمان بحال واحد لابوم، حتى هي غنيه باغذيه اللي مهمه، يعني من غير الاغذيه الكبرى ولا لي ماكرو نوتريمون عندنا كنعرفوا انه الفواكه كلها غنيه بالسكر، مي فاش كنجيو نتكلموا على الرمان كنلقاو انه الرمان واحد من الفواكه اللي النسبه ديالو السكريات قليله، يعني في 100 غرام الرمان غنقدروا نلقاو 14 غرام ديال السكريات. فاش كنجيو نتكلموا على السعرات الحراريه ايضا كنلقاو انه السعرات الحراريه ديالو قليله الا جينا قارناه مع اغذيه اولا فواكه اخرى. دونك فاش كنجيو في 100 غرام الرمان كنلقاو فيها غير 80 كالوري، والغنى ديالو ديال الماء هي اللي تكلمنا عليه قبيله. دونك 100 غرام ديال الرمان فيه 80 غرام ديال الماء، تقريبا 80% ديال الماء اللي غادي نلقاو في 100 غرام ديال الرمان راه واحد النسبه مرتفعه بزاف ومفيده للجسم ديالنا. مع ذلك غني حتى هو بالالياف، كيساعدنا باش نحافظوا على الامعاء، يعني الدوره المعويه ديالنا باش ما تجيبوش عندنا مشاكل الانفاك ولا ديال الاسهال، وغني بفيتامينات واملاح معدنيه. الفيتامينات اللي غني فيها زعما اللي غنلقاو بزاف عندنا موجود في الرمان، عندنا فيتامين أ كنلقاو تقريبا واحد 12 ميكروغرام في 100 غرام ديال الرمان، عندنا الفيتامين سي كنلقاو 9 ميليغرام، الفيتامين بي 9 اولا الحمض الفوليك كنلقاو 9 ملي ميكروغرام، دونك هادو هما اللي كنلقاو يعني مرتفعين في واحد النسبه في الرمان. سينو فاش كنشوفوا الاملاح المعدنيه فعندنا الكالسيوم كنلقاو تقريبا واحد 10 ميليغرام ديال الكالسيوم في 100 غرام ديال الرمان، عندنا المغنيسيوم كنلقاو 12 ميليغرام، بالنسبه للفوسفور 27 ميليغرام، والبوتاسيوم 230 ميليغرام. هادشي علاش قبيله تكلمنا انه الناس اللي عندهم مشاكل ديال تحبس ديال السوائل في الجسم او الناس اللي عندهم مشاكل ديال ارتفاع الضغط الدم، هاد البوتاسيوم كيعاوننا باش نقدروا نقصوا هاد المشاكل هذا. وهانتوما شفتوا دابا النسبه ديال البوتاسيوم اللي كنلقاو في 100 غرام ديال الرمان. نعم يعني نسبه عاليه ديال البوتاسيوم فيه، ياك مدام نهيله؟ نعم. تكلمنا مدام نهيلة، تكلمتي لنا ملي كنا كنتكلموا على الفوائد على ديك القشره البيضاء اللي كتكون في وسط القلب ديال الرمان، في كتكون مخبعه يعني الحبه ديال الرمان، وقلتي لا طاحتنا واحد شويه ملي كنا كنقشروا ماشي مشكل ناخذوها معاه. دونك فعلا القشور ديال الرمان حتى هما فيهم فوائد، يعني كاين الناس اللي كيطبخوهم وكيشربوهم، واش فعلا يعني هادو الطرق حتى هما ممكن نستخلصوا منهم فوائد ديال الرمان؟ القشور ديال الرمان فيه واحد المواد
موجوده فيه اللي عندها خصائص قابضه بحال اللي قلنا قبيله. نورمالمون كنهزو داك القشور الرمان كنغليوه وكنستعملوه باش نقدروا يعني كاين دراسات اللي تثبتوا انه كيساعد في بعض المشاكل بحال البرد في الاسهال في الالتهابات ديال الفم في الالتهابات ديال البلعوم اللي هو الايزوفاج في الالتهاب ديال المهبل عند النساء وبعض الحالات ديال الفيروسات بحال الهربس النطاقي. دونك كاين عاوتاني كنعرفوا انه من غير هذه الفائده اللي عنده على الجهاز الهضمي هو كيحتوي على واحد القلويضات اللي عندهم واحد لاكتيفيتي ولا واحد النشاط اللي شنو كيدير لنا كيطرد لينا دوك الديدان اللي غادي نلقاو مثلا عندنا في الجهاز الهضمي بحال دوك الديدان الشريطيه اللي حنا كنسميو لا كينيا. دونك عنده دور يعني كيساهم ماشي هو بوحدو بحال اللي كنقولوا ماشي غذاء واحد اللي كيعالج ولكن كيساعد في نطاق واحد التغذيه صحيه ومتوازنه. دونك فريمون عنده هذا عنده واحد الدور مسؤول على الجهاز الهضمي. الا من غير هذا الشيء كنعرفوا كيساهم كمضر للمعده كمضر للمعده يعني كيساعدنا في عصر الهضم كيساعدنا فاش كيكون عندنا صعوبات ديال الهضم يعني الناس اللي كيكون عندهم هضم ثقيل وهذا يعني هذا المشروب اللي خديناه بحال هكا يقدر يساعدنا. غير هو انا دائما كنوصي الناس انهم يحاولوا ما يكثروش من الكميه ديال هذا المشروب هذا وما يخليوش مده طويله هما كيديروه كعلاج حيت الا فتنا واحد النسبه ولا اذا ما قتلنا منه بزاف ولا درنا مده طويله ديال هذا المشروب هذا الشيء غيقدر يكون عنده واحد السبب ديال المشاكل على الصحه ديالنا. شنو هما هاد المشاكل هادو؟ انا يقدر يكون سام ويقدر يتسبب لنا في ديك الدوخه وديك الدوران في الضعف ديال الرؤيه ديالنا في الضعف وبعد التشنجات في الساقين ولا في الرجلين ديالنا وبعد الارتعاشات اللي هما متشنجه. دونك دائما فاش كنجيو ناخذوا الحاجه ما حيت هاد القشور الرمان فيه واحد المواد اللي كيكونوا فولاتيل يعني الا كثرنا منه بزاف غيقدروا ياثروا علينا بطريقه سلبيه. دائما قدر ما نستهلكوا في كميه محدوده ويكون الايامات محدوده ما غنبقاش انا مثلا شهر كنشرب في القشور في ماده القشور الرمان او العام وانا كنشرب فيه يوميا نقدر نديروا مثلا يومين ثلاث ايام ويعني كنشوفوا حنا العلاج على حساب الحاله كل انسان شنو غادي يحتاج. ما دائما كيبقى انه هاد المشاكل ديال الجهاز الهضمي اللي كنتكلموا عليها كامله ماشي حيت عندي داك المشكل انني غناخذ غير القشور ونعتمد عليهم نغلي فيه القشور الرمان. ضروري ما نشوف الطبيب ديالي ونعالج الحاله ديالي نشوف شنو هو المشكل نشخصه ونعرف ايضا واش خاصني ناخذ شي دواء اون باراليل حيت بحال اللي قلنا الرمان او القشور ديالو كيساهم في العلاج. نعم هو العلاج الاساسي باغ كونطخ في الوقايه الا حدانا راسنا وكنا كنحداو نمط العيش والتغذيه ديالنا فاكيد اننا نقدروا نوكلوا راسنا من بعض الامراض اللي غيقدروا يكونوا كيجيونا. نعم واضح. واحد السؤال اخر دائما كيتطرح مدام نهيله هو اننا ما كنلقاوش الرمان دائما يعني في جميع الاوقات او في جميع الفصول. دونك كاين الناس كيحبوا يخزنوه، واش ممكن الطريقه هذه واش كاين شي طريقه صحيه فعلا اللي نقدروا نخزنوا بها الرمان الا بغينا؟ دابا هو الرمان نورمالمون حنا كنقول دائما انه الانسان ياخذ فواكه الموسميه في الوقت ديالها حيت تما اللي كيكون فيهم النسبه ديال الاملاح المعدنيه وفيتامينات ومضادات الاكسده كيكون عندهم في نسبه مركزه اللي حنا جسمنا غيستافد منها. باغ كونتخ دابا حنا كنشوفوا انه الا جيت انا مثلا مشات هذا لا سيزون ولا الوقيته ديال الرمان ومازال بغيت نستهلكو نقدر نخبعو في الكونجيلاتور في الثلج باش نثلجو ما خصنيش نفوت شهور هو في الثلج. مي كيبقى هنايا كيفاش غادي نثلجو حيت الطريقه ديال الرمان ما غاديش نهز انا الرمان بالقشور ديالو غنحشيه في الثلج حيت ما نقدرش نحافظ عليه بطريقه مزيانه. دونك شنو هي الطريقه اللي خصني نعمل؟ خاصني نقطع هذا الرمان ونحاول نحيد له دوك الحبيبات اللي فيه داخل تفرقوا من ديك الجديده البيضاء اللي فيه وداك الشيء وغنحطو فوق واحد الكاغيط ولا واحد الثوب اللي غيقدر ينشفوا لنا من داك الماء اللي فيه باش كنحيدوا له دوك الرطوبه ديالو. دونك اون فوا كنخليوه واحد فوق الكاغيط ولا فوق الثوب لمده واحد 30 دقيقه باش نحيدوا داك الرطوبه اللي فيه. ديك الساعات كنعملوه في واحد الطاوه يعني واحد بحال قلنا طبسيل او شي حاجه ماشي طبسيل ديال البدايه ولكن شي حاجه اللي نقدروا نديروها في الكونجيلاتور غيبقى مسرح فيها باش الحبيبات كيجمدوا كل وحده بوحديتها. دونك فاش كنجمعوهم ديك الساعات في ان ساشي اون بلاستيك وكنديروه في الثلج ماشي بحال اللي كيكونوا مازال خضر ماشي مكونجولين حبه بعدين ديك الساعات شنو الا جيت انا هزيت الرمان هو مازال هكاك مقشر حشيتو سميكة وثلجتو هذاك المده اللي غيدي باش يتثلج كيكون فقط حبه مع حبه وديك الساعات كيبقى يدعي عليا الرمان ما كيبقاش في جوده مزيانه. دونك هادشي علاش مهم انني فاش نجي نحاول نكونجوليه ولا نديرو في الثلج باش نحافظ عليه هاد المده ديال 6 شهور ماكسيموم خاصني نديرو بهاد الطريقه هادي. وديك الساعات فاش
ديرو في لي ساشي، كنحاول نخرج الهواء من داك لي ساشي باش داك الهواء ما كيديرناش ديك لوكسيداسيون ديك عمليات الاكسده، باش هكا كنقدروا نحافظوا عليه. ودائما كنأكد على الناس انه فاش تجيو ديروا شي حاجه في الكونجيلاتور داك الساشي اللي درتو ديروا فيه التاريخ لي كونجيلي لي بديتو لا كونجيلاسيون، باش كتعرف انك ما فوتيش المده ديال لا كونجيلاسيون. تادير الا انا زيت مثلا الرمان ودرت فيه حنا اليوم تاريخ 8 في شهر 12 وانا مثلا وصلت الشهر 8 غنعرف راسي انني راه فوت 6 شهور ديالو، ديك الساعات ما غاديش تحاول تستهلكو. باغ كونتخ ملي كيكون عندك التاريخ كتعرف يعني كتحضر راسك انك تستهلك الحاجه في الوقت ديالها، او لا الا ما كانش داز الوقت ديال الا كان داز الوقت ديالها ما نستهلكهاش. نعم واضح. هذه طريقه ديال التخزين اللي الا بغينا نقولوا امنه وصحيه باش نقدروا نحافظوا على الرمان ديالنا، ياك مدام نهيله؟ نعم. واحد السؤال دائما كيتطرح هو كاين ناس عندهم او ملي كياخذوا الرمان كتوقع لهم فحال بعض الحساسيه في اللسان ديالهم او في الفم ديالهم عموما، واش كاين ناس فعلا من الافضل انهم ما يستهلكوش مثلا الرمان؟ دابا كاين ما نقولوش حنا ما خصهمش يستهلكوا الرمان، خصنا بعدا نعرفوا علاش عندهم هذا المشكل، حيت كاين الناس اللي غيمكن ما عارفينش انهم عندهم حساسيه الرمان، حيت حساسيه الرمان قليله من ضمن الحساسيات اللي كنعرفوا، قليل فين كنلقاو حساسيه لبعض الفواكه من غير دوك اللي كنعرفوا بحال الكيوي او الفراوله مثلا. غير هنايا كنعرفوا انه كاين واحد الناس اللي كيعانيوا من حساسيه الفواكه الورديه. دونك هاد الفواكه الورديه شنو هما؟ هما واحد الفواكه اللي كنتناولوها عاده بحال الخوخ بحال المشماش بحال حب الملوك بحال الفراوله، اللي كاين الناس اللي كيقدروا يسبب لهم حساسيه. دونك هاد الناس اللي عندهم حساسيه الرمان شمن نوع الحساسيه كتجي؟ واحد الحساسيه اللي كنسميو حنا الحساسيه المتقاطعه. شنو هو هاد يعني بدا ديجا خصنا نعرفوا شنو اللي كيسبب لنا في هاد الحساسيه؟ احنا واحد النوع ديال البروتين اللي كنسميوه لا بروتين ال بي بي، هاد البروتين هادي كنلقاوها موجوده في بعض واحد ماشي بعض في العديد من الاطعمه اللي الاصل ديالها نباتي، بحال مثلا هاد الحوامض المونداغين التين الحامض. دونك واخا كنلقاو يعني هاد البروتين كاين بزاف ديال 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 الانواع الاولى كنلقاوها موجوده في عده انواع ديالها، التركيبه الكيميائيه ديالها كتشابه. دونك هاد الشيء علاش كتقدر تسبب لنا واحد التفاعلات عند بعض الافراد. دونك فاش كنلقاو شي ناس مثلا عندهم حساسيه الفواكه الورديه بحال هاد الحوامض هادو مثلا الموندارين او التشين او الحامض او البومبلوموس، كنقدروا نلقاو عندهم ايضا حساسيه للرمان، ولكن ماشي كاملين حيت كل واحد على حسب المناعه ديالو. دونك كاين الناس اللي عندهم حساسيه للحوامض وما عندهمش حساسيه للرمان، لكن بعض الناس اللي عندهم هاد الحساسيه حيت ديجا عندهم حساسيه الفواكه الورديه، وكتكون هاد الحساسيه المتقاطعه اللي كتخليهم انهم الا كلاو الرمان يقدروا يسبب لهم حتى هو حساسيه بحال الحوايج الاخرى اللي كيستهلكوا. نعم واضح واضح. تبارك الله عليك مدام نهيلة الخارات أخصائية التغذية، كنكون سعيدة دائما وأبدا بالتواجد ديالك معنا، شكرا لك. شكرا لك أستاذة عائشة، نهارك مبروك. الله يبارك فيك، شكرا لك. أعزائي المستمعين كانت معنا مدام نهيلة الخارات أخصائية التغذية، تكلمنا معها اليوم على فاكهة ديال الرمان، وكيف ما عرفنا منها أنها فاكهة ذات تأثير وقائي وعالج أو كتساهم يعني طبعا في الوقاية والعلاج من بعض المشاكل اللي طرحتهم وتكلمتنا عليهم.